اهلا بكم حلقه جديده في فيديو جديد النهارده عن الابراج جديده وفيديو فيديو جديد النهارده عن الابراج والنهارده هنتكلم عن اهم توقعات برج الجوزاء آآ آه لشهر لسنه 2020 آه واهم النصايح لبرج الجوزاء آه طبعا انا متاخره شويه برج الجوزاء بس عملت فيديو بس كان سريع شويه فعلشان كده حبيت اكرره فلو انتم مهتمين برج الجوزاء يبقى لازم تتفرجوا على الفيديو لحد الاخر وتقولوا لي على عليه فين وانتم برج ايه طيب برج الجوزاء بتمنى لكم ان شاء الله باذن الله سنه سعيده لان 2019 كانت سنه مش لطيفه قوي نفسيا على برج الجوزاء برج الجوزاء من الابراج اللي نفسيا كان كانت صعبه شويه عندهم كان عندهم ممكن مشاكل كتير نفسيه بس انت داخل 2020 ان شاء الله باذن الله هتلاقي سنه هتفرق معاك جدا يا برج الجوزاء لان السنه دي تعتبر من اكثر السنين ايجابيه ممكن تكون من اكثر السنين ايجابيه اللي عدت عليك في اخر عشر سنين يعني سنه ممتعه سنه مليئه بالايجابيه سنه مليئه بال بالاحداث المثيره سنة هتشعر فيها بالقوة يا برج الجوزاء يعني من أكتر السنين اللي هتحس فيها بقوة أنت كنت تتمناها من زمان يعني برج الجوزاء كان فيه نوع من أنواع الباور كده او القوه اللي كان نفسك فيها فهتحس بهذه القوه بق... يعني هتبقى سنه هتحس فيها بقوه وبعظمه وان انت قادر تعمل اللي انت نفسك فيه واللي انت نفسك تحققه يا برج الجوزاء آه شايفه عندكم كمان سنه مليئه بالتحدي يعني عندكم تحدي مع نفسكم وهتشتغلوا على نفسكم وعلى طاقتكم الداخليه آه شايفه ان انتم بتتغيروا للافضل وعندكم تغييرات كثيره جدا ومفاجات كثيره جدا جدا بس شايفه ان هي مفاجات ساره ان شاء الله باذن الله سنة investment ناجحة جدا يعني لو انت بتفكر تعمل اي نوع من انواع الاستثمار فهتنجح جدا يا برج الجوزاء في هذا الاستثمار وهتعمل نجاحات قوية جدا جدا طيب انا شايفة ان هي من افضل السنين اللي عدت عليكم وبعتبرك يا برج الجوزاء ودي حاجة ان شاء الله بإذن الله هتتأكدوا منها وتدعولي ان انتم من اكثر الابراج حظا سنة 2020 يعني عندكم حظ عندكم حظ كويس جدا لان السنة دي سنة نجاحات سنة تميز فاي حد خايف من 2020 لا اقول له ادخل سنه 2020 بمنتهى القوه وقلبك جامد لان الحظ هيكون حليفك هتكون شخص محظوظ انا هسميها برده ممكن اسميها اسميها سنه التغيير او سنه التطور عندك تطور داخلي وتطور خارجي داخلي اللي هو بينك وبين نفسك بين صفاتك بين اتيتيود بتاعك من طريقه تفكيرك وتطور خارجي في علاقاتك مع الاخرين كانك هتتعلم ازاي تتعامل مع الاخرين هتتعلم تكتشف الناس على حقيقتهم هتتعلم تعرف ان يعني مين الناس المفيده في حياتك ومين الناس السيئه اللي لازم تتخلص منهم فانا شايفه ان هي سنه تقدم وسنة ان انت بتنبهر بنفسك سنة قوة هتشعر فيها بالثقة بالنفس هيكون عندك ثقة في نفسك وثقة في امكانياتك وتحس ان انت بقيت تقيل كده لدرجة ان انت هتحس ان كلامك قل يعني هتحس ان انت بقيت قليل الكلام يا برج الجوزاء وتكتشف ان القوة هتكون مكمونة في السكوت يعني سكوتك فيه قوة ليك وفيه آه في آه achievement كبيرة ليك آه شايفه عندكم يا برج الجوزاء كمان آه تغيير كتير يعني هي اكتر حاجه هتحصل لكم ان انت تحس ان انا اتغيرت ايه ده بقيت مختلف انا مش عارف نفسي انا مش عارف أم... انا مش عارف ازاي اتغيرت كده انا انا بقيت شخص جديد فتحس ان انت البرسوناليتي شخصيتك اتغيرت طريقه تفكيرك اتغيرت فانا بس كل حاجه هتتغير ان شاء الله باذن الله للافضل هتحس ان انت هتحس ان انت يا برج الجوزاء بقيت فاهم نفسك افضل، يعني كان رؤيتك لاهدافك واحلامك وطموحاتك بقت افضل، يعني حاسه ان انت كانك بتفهم نفسك افضل، كان رؤيتك بقت افضل، كان قدرتك على ان انت تتواصل مع روحك وتتواصل مع نفسك افضل، هيبقى عندك وضوح اكتر، يعني مثلا برج الجوزاء من الابراج اللي بيبقى مشتتين شويه، مش عارف انت عايز ايه، مش عارف انت رايح فين، لا بالعكس شايفه ان عندك نضوج يعني هتبقى اكثر نضجا و... وتبقى اكثر باسي اكثر فاهم نفسك اكثر وفاهم انت عايز ايه ورايح فين فتحس كده ايه ده انا قلت مره واحده ولا ايه اللي حصل لي فتحس ان انت ايه ده انا اتغيرت بجد انا حاسس ان انا بقيت اعقل والناس اللي حواليك هيحسوا بالتغيير ده جدا جدا هيحسوا ان انت ايه ده انت ازاي بقيت اعقل كده انت ازاي بقيت انضج كده فهتحس ان انت قد ايه مختلف يعني which is good يعني انا شايفه ان كل التغيير ده تغيير ايجابي جدا جدا جدا, جداً يا برج الجوزاء هتفاجئ بقيت أكثر وعيا، بقيت أكثر تحمل للمسؤولية، بقيت كمان أكثر قوة شخصية، شخصيتك هتبقى أكثر قوة، فالناس كلها اللي بتتعامل معاك هيبقوا مندمجين معاك جدا وهم يعني مش مصدقين أنت ازاي اتغيرت للأفضل وازاي بقيت أحسن، فحاسة أن أنت هتكون مفاجأة للآخرين في طريقة تفكيرك، في طريقة وعيك، في طريقة يعني كأنك أنت إيه ده بقيت أفكارك جديدة، عندك أفكار كتير جدا، عندك احلام ماديه كتيره عندك ثبات انفعالي عندك ثبات في الامور بقيت مركز انت بالظبط عايز ايه دايما بقول لكم مشكله برج الجوزاء بتبقى في التشتت ان هو شخص مشتت مش محدد هو عايز ايه عنده حاجات في دماغه وهو ذكي جدا وقوي الملاحظه ويعني عارف اللي هو عايز انا عايز اعمل حاجات كتيره قوي انا عايز احقق حاجات كتيره في حياتي فلا انا شايفه ان انت هتبقى مركز جدا لدرجه الناس كلها تقولوا اذا إيه. انت اتغيرت امتى إيه كده انت ازاي بقيت فاهم كده انت ازاي بقيت قوي كده فحاسه ان انت هتبقى اكثر قوه يا برج الجوزاء جدا بطريقه ملفته للانتباه يعني اي حد بيتعامل معاك هيبقى عنده يعني عند واضح جدا ان انت في something is better فيك حاجه احسن وافضل هتحصل لك حاجات كتيرة unexpected بالنسبة لك يعني حاجات كتيرة مش متوقعة خالص بالنسبة لك يا برج الجوزاء يعني مفاجآت كتيرة انت نفسك ما كنتش تتوقعها ده غير ان انت تبقى very focused مركز جدا جدا وعارف انت عايز ايه وعارف انت ماشي فين ورايح فين الحاجة الثانية برضو اللي حساها ان انت هتبقى جوزها معروف ان هو بيتكلم كتير وفضولي هت... ما بقيتش مش هتبقى فضولي خلاص حاجة تهمك انت هت... هتسأل عليها حاجة ما تهمكش خلاص you're not interested وانت مش مهتم ومش عايز تتكلم عنها كتير فانت هتبقى فاهم انت عايز ايه من الناس شخصيتك هتبقى اقوى هتبقى راسي اكتر مركز جدا جدا لان السنوات اللي فاتت انت كنت محتار ومش عارف انت عايز ايه عارف انت اللي في شوية عدم تركيز في حياتك لا عدم التركيز ده هيتبدل جدا وهيبقى العكس تماما انت فاهم ومركز كويس قوي زي ما قلت لكم يا برج الجوزاء انا هعتبركم من الابراج الاكثر حظا او من الابراج المحظوظه سنه 2020 فعايزاكم تكونوا مليانين تفاؤل كده وباور وانتوا اصلا برج الباورفول وبرج كده مليان طاقه ايجابيه وبتحبوا الهزار وبتحبوا الانطلاق عندك فرص استثمار رهيبه يعني انت لو بتفكر تعمل استثمار او تعمل انفستمنت او تدخل مشروع او تعمل تجاره انا بشجعك لان انتوا هتعملوا نجاحات قويه جدا وهتنجحوا جدا في استثماراتكم يعني في استثمارات قويه هتشغلوا العالم بيها يعني هتعملوا حاجات حلوه جدا وجايلكوا فلوس حلوه كويسه، فرص ايجابيه كتيره جدا، يعني كانك انت كل حاجه يعني فرصه يعني فرص ايجابيه ان انت تحقق حاجات كتيره نفسك فيها، وعلى المستوى المادي داخل لك فلوس كويسه جدا من استثمارات او مشروعات، فعشان كده بتفكر تعمل مشروع في 2020 ان شاء الله بشجعكم لان المشروع هيكون مصدر دخل قيم ومصدر دخل كويس جدا ليكوا يا برج الجوزاء. قولوا لي فعلا يا برج الجوزاء هل سنه 2019 كان عندك مشكله في تركيزك وان انت مش عارف انت عايز ايه وان انت محتار ولا لا؟ قولولي لي ان سنه 2019 كانت سنه كبيسه وكانت سنه تقيله عليك نفسيا وعاطفيا ولا لا؟ طيب تعالوا نتكلم عن عاطفيا، عاطفيا او في الحب برج الجوزاء في 2020 هي سنه مغامرات عندكم مغامرات كتيره كانك عايز تكتشف في الشخص الجديد هتقابل حد ممكن يكون مختلف عنك في الصفات او مختلف عن الشخص اللي انت عاده بتحبه او شخص من بلد اخرى ستايل او طريقه تفكير بس واضح ان عندك مغامرات كتيره وانت هتبقى مبسوط بالمغامرات دي كانك عايز تكتشف الكالتشر بتاع الشخص ده عايز تعرفه اكتر عايز تفهمه اكتر عايز تفهم بيفكر ازاي يبقى عندك حب لمعرفه الشخص ده وان انت تدخل جوه حياته اكتر واكتر آه شايفاكوا برج الجوزاء كانه كنت تنسوا الماضي لانه واضح ان برج الجوزاء كان بيعاني من قصه حب قديمه كانت مسيطره عليك انا شايف ان انت داخل على قصه حب جديده مختلفه ومليانه مليانة, مليانه باور مليانه ايجابيه مليانه كانك انت الشخص ده يعني مختلف تماما عن الناس انت عاده, عادة بتحبها يعني انت لو عاده بتحب مثلا شخص طويل لا ده ممكن يبقى قصير الاسمراني لا, لا تلاقيه شخص ابيضاني اللي بيشتغل مثلا حاجه معينه تلاقيه هو شخص مختلف تماما عن الصوره اللي انت عاده بتحبها يا برج الجوزاء من الابراج اللي هتكون قريبه جدا منك وعندك اوبورتونيتي في الارتباط فيها شايفه ابراج هوائيه يعني برج جوزاء زيك او دلو او الميزان وشايفه ابراج برج الثور كمان برج الثور ما هيبقى من الابراج القريبه جدا جدا من برج الجوزاء يعني دي الابراج اللي في اوبورتونيتي ارتباط بيها ابراج هوائيه زيك وبرج الطور فف... يعني واضح ان في شخص هيظهر في حياتك او هيبقى مؤثر جدا في حياتك الفتره الجايه وان شاء الله باذن الله هيبقى بنسبه كبيره جدا برج الطور اوكي ركزوا بقى مع اي حد هتقابلوه برج الطور يا برج الجوزاء دي انا قلت اهو يعني برج ج... يعني الجوزاء طور طور اصلا شخصيته قويه وانت بتختلف مختلف عنه بس واضح ان في انجذاب كده مش عارفه ايه السبب بس واضح ان في انجذاب قوي هيبقى معاك مع برج الطور ماشي هتبتعد أه عن أشخاص كانت بترجعك لورا، يعني أشخاص كانوا سلبيين في علاقات يعني بعتبرهم شخصيات سامة كانوا بيرجعوك لورا في حياتك، كانوا شخصيات مش إيجابية في حياتك هتبتعد عنهم وتكتشفهم على حقيقتهم. أه كمان شايفة إن عندك مغامرات كتيرة يا برج الجوزاء، تعمل تشاريتيز أه. كتيرة، تهتم فعل الخير جدا، يعني ممكن تفكر تعمل بروجكتس كتيرة، تفكر تعمل حاجات جديدة. أه شايفاكم برج الجوزاء كمان الفترة الجاية آه يعني شايفة عندكم روحانياتكم هتعلى جدا هيبقى يعني عندكم روحانيات قوية جدا يعني قدرتكم على يعني لما بتفكروا في حاجة بتحصل لما تتخيلوا حاجة تحصل فانتبهوا من النقطة دي يعني انت عايز تحقق حاجة يا برج الجوزاء تخيلها واللي انت هتتخيله واللي انت هتحلم بيه هيتحقق جدا جدا وزي ما قلت لكم خليكم تتفائلوا ان ماديا عندكم اوبورتيونيتيز لحاجات ماديه عندكم سفر يا برج الجوزاء عندكم اوفرز جديده عندكم فرص جديده قلت ان هي سنه سعيده مليانه فرح ومليانه مرح ومليانه فرص. واحب ابشركم ان هي ان شاء الله سنه سعيده على على الصعيد المادي وعلى الصعيد العاطفي وعلى الصعيد وعلى الصعيد العملي عندكم شراكات ناجحه جدا يعني بتفكر تعمل شركه مع حد او تبقى شريك مع حد شايفه لا ان شراكاتك ناجحه جدا شراكات ماديه كمان ناجحه جدا ممكن تعمل مشروع زي ما قلت ناجح او يعني حاجه ليها علاقه بالفنيه والتواصل الاجتماعي كمان هيبقى عندكم نجاحات كتير على التواصل الاجتماعي يعني ركزوا في التواصل شبكات التواصل الاجتماعي ممكن يبقى عندك بروجكت ناجح على شبكات التواصل الاجتماعي بس واضح ان عندك حاجات كتيرة ونجاحات قويه جدا جدا في شبكات التواصل الاجتماعي يا برج الجوزاء آه وزي ما قلت عندكم سفر كتير جدا جدا ايه أي آه هتبقى اكثر عندا يا برج الجوزاء يعني لو هو عنيد اصلا لا عنيد جدا والناس هتقول عليك كده انت شخص عنيد قوي قوي انا بتجنن برج الجوزاء بس انا شايفه ان هي بجد سنه سعيده سنه فرح سنه سنه ممتازه كمان وهتبقى من افضل السنين اللي عدت عليك اخر 10 سنين انا بحب برج الجوزاء جدا انت يا جماعه برج الجوزاء عندي ناس كتير من اصحابي برج الجوزاء يعني ثلاثه اربعه اصحابي كلوز جدا اللي هي برج الجوزاء مع ان انا عذراء وجوزاء ما بيتفقوش قوي بس انا بحب الجوزاء ما بحسهم اذكية انا بحترم الناس الذكيه وبيعجبني ان هم عندهم لباقه وعندهم سرعه بديهه وعندهم تصرفوا كويس أه بيعرفوا يتكلموا كويس وبيعرفوا يشدوا يعني اتراكتف اتراكتف يعني رجل وامراه الجوزاء سوبر اتراكتف أه طيب بحبكم جدا جدا يا برج الجوزاء بتمنى لكم كل الحب وكل السعاده طبعا من مشاهير برج الجوزاء زي احنا عارفين محمد صلاح بتمني لك كل الحب وكل السعاده وكل النجاحات والتقدير وانا شايفه ان انت شخص تستحق السعاده وادفايس يو يا محمد يا صلاح أنا شايف الفيديو أصلاً بتاعي أصلاً، آه إن أنت تعمل انفستمنت لأن أنت لو فكرت تعمل انفستمنت أو شراكات أو استثمار هتنجح فيه كويس جداً جداً لك فرصة انتقال إلى نادي أكبر من ليفربول بس أنا عايزاك تفضل في ليفربول عشان بحب ليفربول عشانك يعني. يو آه آه بحبكم يا جماعة تفائلوا بالخير تجدوه آه دايماً لما تفكروا بإيجابية الحاجات الإيجابية تحصل لكم آه هي سنة هتبقى أحسن من الباقي على ربنا لأن حتى لو كان شخص محظوظ فعمر ما الحظ هيجي لك من غير مثابره ومن غير سعي ومن غير ما انت تتعب فتعبوا واشتغلوا اللي عليك وسيبوا الباقي على ربنا وسيبوا التوفيق والبير ثانك يو قولوا لي الق... قولوا لي فعلا يا برج الجوزاء سنه 2020 سنة 2019 كانت سنه كبيسه عليك ولا لا وقولوا لي ايه اكتر حاجه نفسكم فيها تتحقق حاجات اديها عليكم في سنه 2020 اتمنى كل الحب والسعاده والتقدير ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو على البيج بتاعت الفيسبوك تابعوني كيو بحبكم اعملوا شير كتير كتير